الآن إلى شباك الفنون، ونذهب إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث تدور فعاليات مهرجان الجاز في القلعة الأثرية شالة. المهرجان فرصة لموسيقيين مغاربة ولتقديم حفلات مشتركة مع موسيقيين عالميين. نمساوي يعزف على آلة الجمري المغربية، ومغربي يعزف على آلة الكمان الكلاسيكية. أما زميله من فرقة شيكستو فيعزف على آلة الساكسوفون، فتغني نبيلة معان المغربية بكل جوارحها. بالنسبة لهذه الفرقة الموسيقية اللي هي من النمسا ومن الألماني، احنا ما عمرنا ما تلاقينا بهم، ولكن جات واحد تفاهم كان ما بيناتنا اللي فريمون زوين بزاف، لانه كل واحد فينا تيخدم بلا باسيون ديالو، وكل واحد فينا إلي جينيرو مع الاخر. هذه فلسفة مهرجان الجاز بشلة الذي يدور في هذه القلعة الأثرية التي تعود إلى العصور الرومانية. يصغي هذا الشيخ إلى الموسيقى بكل اهتمام، فيما يطلق هؤلاء الشباب العنان لجنونه. أما الأغلبية فيصفقون إعجابا بهذا المزيج الموسيقي الفريد. هذا هو التعاون الأمثل. لقد أرسلت أحد أغنياتنا إلى نبيلة وسألتها أن تغنيها على طريقتها. كان الأمر ينطوي على بعض المخاطر لكننا تجاوزناه. وككل ليلة ستغص مدارج المهرجان بالجمهور حتى يضطر بعضهم إلى الجلوس أرضا للاستمتاع بالموسيقى التي استطاعت عبور الحدود على عكس البشر. وتنضم إلينا إكرام زايد، صحفية متخصصة في الشأن الفني، وتمت غطت فعاليات مهرجان سلا. أهلا بك سيدة إكرام. يعني بداية، ما الجديد من مهرجان بشالة بعد 22 عام؟ مساء الخير. مساء النور. مهرجان شالة في دورته 22 حظى الجمهور وهذا العام مجموعة من البرمجة جديدة ومجموعة من الأمور اللي ما كانتش قبل. أولها انفتاح المهرجان على مدينة سلا وعلى مجموعة من أزقتها ودروبها التقليدية. ثانيها تقديم عروض على متن تراموي، وهو ما يعتبر يعني فرصة لجعل المهرجان أكثر قربا من المواطنين ومن مرتادي وسيلة نقل تراموي. وثالث حاجة حفلات فنية مجانية للجمهور، وطبعا زائد المسألة اللي ضمنها المهرجان على امتداد 22 سنة، وهي المزج والتمازج ما بين موسيقى الجاز وما بين مجموعة من الألوان الموسيقية المغربية. سيدة أكرام، هل هذا ما يميز المهرجان عن غيره من المهرجانات في العالم أم هناك أمور أخرى؟ أول ميزة طبعا مهرجان الجاز بشالة هي هذا الانفتاح وهذا الروح التقارب اللي كيحرص عليها الاتحاد الأوروبي في مشروعه الخاص بمهرجان مهرجان الجاز بشالة، بتعاون طبعا مع وزارة الثقافة المغربية ومع جهات مغربية أخرى. المهرجان يتيح الفرصة ديال التمازج، ويؤكد مرة أخرى على أنه كما جاء في التقرير الموسيقى يعني هي المعبر وهي الوسيلة ديال التقارب بين الشعوب، وهي صحيح. يعني الحل الأمثل لأنه تكون خطاب وتحاور دون ما نفهموا لغات بعضنا البعض. الموسيقى هي لغة عالمية، وهذا ما يؤكده سنويا مهرجان الجاز كما يؤكده مهرجان قناوة ومهرجانات أخرى يحتضنها أرض المغرب. صحيح، وحتى هي الموسيقى هي غذاء الروح. طيب، هل هناك أعمال أخرى تقوم على هامش هذا المهرجان؟ هل هناك أعمال مشتركة بين فنانين من المغرب، فنانين من دول أوروبية أخرى؟ من حسنات هذا المهرجان وهذه الطينة من مهرجانات وهذه النوعية هي ما يسمى بالإقامات الفنية ثم ما يسمى بالفيوزيون. هذ الأمرين يعني يتيحان فرصة التقارب والتلاقي والتلاقح كما شاهدنا في التقرير، نبيلة معان وفنانين من النمسا ومن دول أخرى. فمن ثمار هذا المهرجان هي أنها تتيح إمكانية الإقامات الفنية اللي كما قلت لينتج عنها يعني أعمال مشتركة، ثم لفوزيون
فوق خشبة، واللي ما يعترف بما يعرف بالتمازج بين موسيقى الجاز، موسيقى الملحول المغربية، وأنماط تراثية مغربية أخرى. طيب سيدة إكرام، هل المهرجان يحمل طابع غير فني موسيقي؟ هل يحمل طابع تعريفي سياحي؟ يعني هذا من أحد ميزات المهرجانات إن كانت موسيقية أو غيرها. هو يكفي فقط أن نقول أن فضاء المهرجان هو موقع شال الأثري بكل دلالته التاريخية والعميقة المعروفة على الصعيد العالمي. يعني الفضاء بدوره يعني فيه إيحاءات جميلة، فيه رونق معين، فيه خضرة، فيه تاريخ معين، فهذا جانب تسويقي وجانب سياحي للمهرجان. ثم أن وزارة الثقافة المغربية بصفتها راعي ومنظم للمهرجان بتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومع ولاية جهة الرباط سلا دعم، يعني تدعم بشكل غير مباشر الجانب السياحي في المغرب، إلى جانب تقديم خدمة ثقافية لمرتادي المهرجان طبعا. طيب شاهدنا في التقرير هناك تفاعل كبير مع الجماهير، يعني أريد أن أسألك أنت سيدة إكرام، كيف فعلا كان ليس فقط التفاعل بما يعني شاهدناه في التقرير، على الأرض، على أرض الواقع، من خلال حتى الإعلام ومن خلال المنظمين، من خلال الحاضرين المشاهدين؟ 22 سنة من عمر المهرجان، هي عمر المهرجان، و22 سنة يعني فيها خبرة، فيها حنكة من التنظيم، فيها محاولة دؤوبة على تجاوز الثغرات اللي كتعرفها دورات المهرجان. وهذه السنة هذه كما شفتوا في التقرير وكما أنا شفت على أرض الواقع، يعني الجمهور كان غفير، والمتابعة كانت متنوعة ونوعية، يعني ما فيهاش فقط فئات الشباب ولكن فيها جميع الفئات العمرية اللي ترتاد فضاء شالة للاستمتاع بفقرات المهرجان. ثم كما قلت سابقا انفتاح المهرجان على فضاءات أخرى من بينها المدينة العتيقة في مدينة سلا كان فرصة يعني سانحة لأن الجمهور العادي والجمهور الكبير العريض يقترب من المهرجان ويطلع عن كثب عن مواد المهرجان الفنية والثقافية. ونحن استمتعنا بالحديث إليك إكرام زايد، صحفية متخصصة في الشأن الفني من المغرب، شكرا جزيلا لك.